الآن سندخل في أجواء الديربي، نبدأ بالمباراة. كما تعلمون غدا مباراة بين الهلال والنصر في ربع نهائي كأس ولي العهد السعودي. هذه المباراة بالتأكيد مختلفة لأنها تأتي في أجواء مختلفة، وتأتي أيضا وفق ظروف مختلفة للفريقين، وتأتي بعد تفوق هلالي واضح خلال السنوات الماضية في نفس المسابقة. الهلال حقق البطولة 4 مرات متتالية في المواسم الأربع الماضية، في كل مرة يكون النصر في طريقه، ويبدو أن النصر أصبح أحد خطوات الهلال لتحقيق كأس ولي العهد. يعود الديربي من جديد بين الهلال والنصر للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة كأس ولي العهد، حيث يلتقي الفريقان في نفس المسابقة في أدوار مختلفة، ولكن نتيجتها كانت كلها في صالح الهلال، بل إن النصر أصبح أحد خطوات الهلال لتحقيق البطولة 4 مرات سابقة، ففي كل مرة يكون فيها النصر في طريق الهلال، يجد الهلال نفسه بطلا للكأس. 8 أهداف في لقاءات الفريقين في كأس ولي العهد ل4 سنوات ماضية، 7 منها للهلال وهدف وحيد للنصر. التنفيذ عرضية جميلة جدا، النصر يسجل الهدف الأول، برافو. هذا هو تاريخ لقاءات الفريقين في النسخ الأربعة الماضية، تفوق هلالي واضح وإخفاق نصراوي في كسر هذا التفوق. أما عن لقاء الغد، ربما تكون الظروف مختلفة على الأقل بالنسبة للهلال الذي يقدم نفسه في المواسم الأخيرة كفريق قوي ومتماسك. أما في هذه المباراة فهو يأتي في وضع غير مستقر وغير مطمئن، حتى أنه أقال مدربه قبل 2 يوم من المباراة ويغيب عنه جل محترفيه. هدف ثاني للهلال، الهلال يملأ سماء الرياض، الهلال. وفي الجانب الأصفر، قد تكون التغييرات الأخيرة في الفريق تلعب دورا كبيرا بظهوره بشكل مختلف. يقال دائما في مثل هذه المناسبات أن مثل هذا النوع من المباريات تغيب فيه كل المعطيات الفنية، ولكن ما نتفق عليه بأن مباريات الهلال والنصر لا تنتظر صافرة الحكم لتبدأ. هذا لو كانت مباراة دورية، فما بالكم وهي مباراة يخرج منها الخاسر من أولى بطولات الموسم. أتمنى إن شاء الله أن نكون موعودين بمتعة مختلفة. محمد السلوم، أسألك، في المواسم الأخيرة يمكن متعة الديربي لم تعد كما كانت سابقا، حتى أن يعني بعض النقاد قال بأن الديربي الحقيقي الوحيد الموجود في السعودية هو ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، تحضر فيه المتعة والإثارة. هل تتفق مع هذا الرأي؟ أنا أعتقد بالنسبة للنصر والهلال سيبقى ديربي منتظر على اي نحو يكون عليه الفريقين، سواء نفس المتعه كان نفس، اعتقد انها نفس، ما قلت قليلا لكنها تبقى المتعه، ويبقى الترقب الجماهيري للمباراتين على اشده كما يقولون. صحيح، الترقب ما زال موجود بصراحه، لكن المتعه وقت المباراه لا، ما اعتقد انه شمس الديربي يعني تلاشت في المنطقه في الرياض تحديدا، لكن انا اعتقد طول تاريخ الفريقين على اكثر من 50 عام مهما كان مستوى اي منهما يبقى الديربي الإثارة حاضرة فيه. طيب، والترقب الجماهيري يعني يبلغ أشده قبل مباراة الفريقين. نعم، هندخل في التفاصيل، لكن خليني أسأل محمد بشكل عام، هل تتفق مع محمد السلوم بأن الديربي لم يختلف كثيرا وأنه ما زال يحمل يعني المتعة والإثارة؟ هو من حيث الإثارة، من حيث الجوانب الإعلامية والجماهيرية، وهذه من معطيات الديربي الحقيقي، هي موجودة لا شك. نعم، إن كان ضلعا قد اختلف هو الضلع الفني، يعني تراجع النصر في السنوات العشر الأخيرة لا شك أخلت بإثارة الديربي فنيا، ولكن لا عليك عادل من يقول بأن الديربي الرياض لم يعد هو الديربي، أو أن الديربي تحول من كونه نصر وهلال إلى هلال وشباب، هذا غير صحيح. يبقى النصر الضلع الثاني أو الحلقة الثانية في من حلقات ديربي الوسطى.